تحدث محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال لعدسة المنتصف عن العديد من الملفات الهلالية. نشوف اللقاء ونرجع. أبشرك الحمد لله أني بديت أدخل التمارين الجماعية في اليومين اللي راحت، وإن شاء الله أني أنا أكون مستعد في الأيام القادمة إن شاء الله. هل هي رسالة قوية أنكم ستعوضون في المسابقات المحلية؟ والله أنا ما من نوع اللي أقول لك رسالة أو شيء، لكن إن شاء الله ربي يوفقنا. من أحد أهدافنا حصول على الدوري، إن شاء الله ربي يوفقنا فيه. المدرب اليوناني جورجيس دونيس طبعا تكتيك جديد على اللاعبين اللي هو 3-5-2 وما إلى ذلك، كيف مدى تأقلمكم تقبلكم لهذه الطريقة مع المدرب؟ بالعكس، يعني مدرب عارف كيف أنه يسخر جميع اللاعبين، وبالعكس يعني مدرب محترف مع لاعبين محترفين، أنا أتوقع أنه ينتج عنا فريق محترف. طيب كابتن محمد، آخر سؤال بالنسبة للجماهير الهلالية، إيش توعدهم من خلال برنامج المنتصف يعني بطولات هذا الموسم؟ والله أوعدهم أن بنعطي كل ما عندنا داخل الملعب وبنأدي كل شيء، وإن شاء الله في الأخير نفرح وننبسط مع بعض إن شاء الله. متى عودتك؟ أي مباراة؟ والله ما يعني مباراة محددة ما أقدر أحدد لك، لأنه خلاص يكون وضع للجهاز الفني إن شاء الله. شكرا. ترجع بالسلامة إن شاء الله يا كابتن. أسألك أبو ريان، في كثير من الملفات تكلم فيها محمد الشلهوب، سمعت تعليقك يعني عن موضوع دونيس، عن موضوع عودة اللاعب بشكل عام. والله شوف، الآن يعني دونيس قدم السنة هذه مع فريق الهلال عمل فني مميز، غاب عنه كثيرين في مباريات متعددة. مدرب لا يعتمد على لاعب ولا على نجم ولا على يعني تقريبا، إذا لو نشوف كل اللاعبين تغيبوا عن مباريات مختلفة، ما تأثر الفريق، واصل انتصاراته. الآن الكابتن محمد الشلهوب يعني المحبوب من الجميع، الجميع ينتظر الآن عودته. عودته سيكون لها يعني قيمة فنية في مع الفريق الهلالي، وإن شاء الله تكون يعني قريبة بإذن الله.